بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، شركي كان شرائد وحو كساب سيئة هاي مانتي وحو كساب سيئة هاي أرين مالين دويتو خطبة عن كتشي دي قال مدوك هوتيل فيلج حفلة لغو قبطي وإسوغو تشيرتي تعسيل لغو دقاي سراكيشي إيو مضحدي لغو قرحيي استاديوم كعبد الله عيسى إي على مسار على مسار إي مايركا دق مدى قال كعيود دين عقل مدوك شركاس هذا الآن إريبا وحا كيمد هذا البدن كيمد وحنا كوساب سنة هذا الكو أرين أن مساجد إيو في علوم ماذا أن كجها الله مساجد شوكته وجدد عنو أن كلا هانا أن أي أحد إن أن محاكو إلى هذا أن علوم ماذا كبرى رشيو إن لو بهن يحي إن عدو طل كان دبدع كردي ودعوة دي سي دين تي سي دبدع كردي وعبادة دي سي يمساجد دي سي هلو خير كأن مساجد دقلوا يا سببي وليك جيدت كمسلمين تا إن حلال صدي إن اسكو ميل لوغا سوو دا تشيستو و أي علمادو إن قيب توضا كاقا كارين توضا كاقا تان با وجيت كيو قوها هذا الكي ريو عن عن مركي دادكو أي لبسادين أما أن سيد أنو أري أن في أن كوها بونين أي ترشبات بدن لقى بحشي وحا إسوا وعي داد بدن أهل خير علماء ودافع دونك كلا تشوغة علماء دا نورد أمريكا ركام دا إسوا وعي وكوها اللي أفكا علماء دا علماء دا مقدشو با إسوا وعي ركام دا وكوها اللي أفكا علماء دا ديگا ما بدن أو سومالي ودقن تهي أو كلا قدسان وعي إسوا وعي ila afka culimada lagu hadlayo dhamaan waa la yucu daaray waana la isxo waxa la yiri iska sax khaladka aad ku hadashay ilaahayna uga toobadkeen wixii khaladana ummada u bayaane oo adiga ka yimid inaad aad ka laabato waxaad ula jeedan u cadee waa u mahadcelinaya dadka dhamaantiis ina u daaray wixii iga dhacayna inaan ilaahay uga noqdo ugu baraarujiyay hadii lagu yiraahdo ilaahay u laabo oo ilaahay caabud oo alla ka baq waa lagu hayliyay oo lagu gargaaray wax dhimaal kuma aha ciddii diida intaasna ilaahay waciid adag buu kor saaray waidaa qiila lahu ittaqi illah akhadat alizzatu bilismi faxasbuhu jahannaba yacni qofkii ilaahay ka baq markii la yiraahdo kad kibra oo iska weynaysiiya إلهي وحو أبلاً قاضي إنو جهنم قليو إن قفك الله كبق ليرا هدنا حد نبي الله محمد با إلهي وحو كيره يا أيها النبي اتق الله ولا تضع الكافرين والمنافقين اتق الله هو أمان قفك إسلام كا أو مسلم كا أمان تيسوي نبي الله محمد اتق الله للي هنا إلهي قرآن كسو حكر ليغفر لك الله يعني ذنوبك ما تقدم وما تأخر يعني دنبي صورا إلا هيدا في القرآن كيس الله كشاك ووسن دنبي بلا هيمت هوري مدن بطانا رسول كنا سيدو كالوحي أنا مالنتي كن شربان إلهي أولادتا قفكو وبناء آدن خلط وكان عيا إنو خلط كي كان عيا إلهي أولادتا وأمان يشرف بيوتا ضدك إسلام كان وحال الرباء إن أي كبرى رجيان قفك خلط كي كان عيا قدهان أنيق خلط كي مركا إغاد عيا ضدكو أي لبسدين يأريكي سيدانو إلي أنت أنا فسرات دي سجارة يستعمل لك شيء ذي إلهي بأنو قطوة كياني وحي خلاص يقدر عليه وحنا إلهي كرتشين إلهي نو قدر عفان كبرية إلهي نو قطوة كيان وح أنت دير أنو ولا مت شيء ذي مساجد نعيب الدين نعيب علوم النعيب ما قرون كيقولون معها نن أهل الدين أنا هاي مسلم كم أبحث قروج عشان يلا بعثان سنة أنا قوم ويسقبين نن مسلم أو
أهل الدين أه أو الدين تجعل أو إنه هرم تجعل بانهاي وحا إجا دواتشي أو أن هذا الكو ميلان عربكو ميلان خمين عربكو إجا مرسيينا وحا إهيد وليس كي يقليلك أي وها يصو أن دين الإسلام كو وحا ضد عن أهل وأهل كل إليان دتك أهل كو أهان أي كأم شيء دين تدتك أهل كو أي وحال ربا مركي وحكا الله سمان با أنا كهلا وح ليج إسلام ك كقاليسن أو دين الإسلام كله وردي أنا مشروه مساجد أنا بقعد كقاليسن وإسلام كله يه مشروه أريد يدي وحالق سوقاتي أدين كأدبة إن أدين كو صابت يقول لي وعدين دونا اللي بدو اللي بوا أدين كأنا بعه ما لكن ودكتين هاد الجرجة مساجد كو وبوسك كو حاجة مركو أنت أدمه وأقيمه صلاة وقراه قراءة أخريه أنا جيلك كرين حنون إنتي اللي أقوي وحنون إنتي اللي أقبضوا ملايين كرتها أو دائما يقول تهي أو شم عادي اللي أقدمه أو الأخرية خطبة دي أو صلاة دي اللي قاله وأن قراءة دي اللي قشته أنا أقوله كنت قصير دو مركي وأنين أهي أو صلاة ده مساجد كأن كنت كذا أي درجة شوي نير تهي صلاة ده أقوله كنت كذا ومساجد كأن صعدة أنت أنا صعدة تلعب ده أن قاعد النبي وشاعي إن دونه اللي يجوه بني أجرنا يوف رأيو نبسي عن شيء يو وحوي وحنا هقف حبس وجشرة إن عدو خير كأذن للجهر تاجيه هدي أنا هلك رمساجد ك لبعد أذان لحد أن تجي لها وكل عبادة يسن لها قرآن كان أقرسن لها صباح دبنا شو قرآن أسمر كان صلاة دك بحصو أقرسن لها نبص أنك قبه ويه إن وحصد مدن مساجد قال كعيد وحنا هي ليش ده كله يقول لي سيدي أفرت قف بمساجد اللي قدري قال كعيد استدي طبعاً كأفرتن كأقف أو مساجد اللي قدري كوبي طبعاً كمدة هالمسجد بقى اللي قدري ومساجد وعينه قال حياة كمدة وح أنكه اللي يعني وحوي ورمساجد كدت كله فريستي اللي قدري علمت شوكتا وإني مساجد ككه الله ندت كدت كان الله ينيا وفكر دي ما تقول الله ينيا قال الله عن وأن دين أهين إني سحان أول كان بسكولة الله هاري ودت كأخيار تاع مساجد كأفريستي الله جسح خالد كبسكولة ده هاري أول دم بأنه سنكو خالد من لا 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 شقيه سيدا ما نوحال ربا إن عقيدة فساد كأوحال لوجو بتبادية أو لوجو بتبادة إن ضد كجلنا اللي جو عيج قليه ضد كنا جلنا لا توس إنا وضحهم طاي لكن مركل لقى أمسه وأن يعني يجي كلية أي نقدان ضد كهالله هي ضد كأكشن كسمية بقى نقدان وحال كأيمانية تبدأ ديميت سوماليا هذا كفر تيار لقى بلاه مقالات قال خيانة هذا إن شو إلا أي حدود كيا نور يتبان كسنة قدام بيجي إن دعوة كمسعم دعوة واحد كفافتا عبادة يو برشة عبادة كما كما سعدت أنا هذا مساج نور بغلق في قال يقول لكن طبعا في جماعة دي سمر لما أنا جي أذكر تدي استاف كي شغاله يقولان كتجي لهني يدك يقول كشو جابه خدي وأنا عبس كريم عبادة دي مركة مشرتو ما دان عبادته يراتنا وحان نسقامية إيمانك وإيمانك وحان لسا وقفك إيمانك سلسا وعبادته إن آخر سنة متشروه وحلقاتك لآخر سنة شري ولوفري سنة شري ومساجد كتب تلو آخر سنة شري ودتك أي كفائدة سنة شرين ومضح يو شعب اللي جوه فائدة سنة شرين مش واقع بحر مركا مدة دوري طبعا سنة على قصة بلا بلا وكنوا يلحدي إلا حلقان كفرت الصومالية عبادتي يوحبر الشدي الله بضبة هوس بيقول له تعود أنتي هوس له عدي وقتي دتك شعب كها ومرك أنا جو كلمة ديدي أقاطي لبصدينا هاد يجنا وحليه رجل قلي ما كبحنا إياه وحي خلاص أو نقدر عي وحليه نقدر على هذا أدي أدبر رجل قلي وكبحنا إياه سببته حوية قفك هدي دين تسلتهم أحكام بضم باكو حرام دينتي سوحا كو حرام أمانة ديسا وإيقو هرس إن عرقو مسؤول أهي مسؤولية دو حال يقو أميني كرا ضدك مسلمين تا مسؤولية دو يقو أميني كرا مركة دين تيدا للرميسية إن دين لا يهي صوبتو حاو يقفكو هادو سن إلهي درتي سوحنا إساق الدين وحنا أقاضا وسألة درت أسامين معنا ملح مركة إن قفكو دين يشو بأمانة لو قولي بكرا وحا كو حرام لحلك وهدان دين الآن نقضه waxa iga dhumaya dhaxal aan lahaa ama aniga dad i dhaxal lahaa dhaxal kala dhumaya waxa ku xiran qabitaanka hadaan anigu diinta ka baxo haaskaygu
waa iga furmaysa waa tagaysa mid kale ma guursan karayo ahkaan badan baa ku xiran inaan diinteeda sugo oo inaan qof diin la ahay aan dadka u sheego waxaan cadeynayaa inaan ahay nin muslim ah diin leh ahlu diin ah diinta jecel rumaysan inay kor u kacdo jecel in wax lagu maamulo jecel ee boqolkiiba sagaashanna wax aan ku dhaqmo diin baan ku saleeyaa dadka markaan arintooda iyo masaalixooda ku jirana diin baan ku saleeyaa waxaan cadeynayaa inaan ahay nin muslim ah wixii iga dhacayna ilaahayna uga toobad keenaya ummadana uga cudaaranaya waxaa soo haray culimmada sheekh ka mid ah culimmada waaweyna la yidhaahdo sheekh maxamed macalin cabdi umal ayaa runtii arrinteeda wuxuu ka hadlayay muddo 27 daqiiqo ah daqiiqad minit wax la mid ah hal kalmo uu ka yiri baa wax iga anfaca ahaa waxa kale waxyaalo igu ahaayeen minid waxa ka yaroo iga anfacay waxay ahaayeen oo markii u dambeysay uu yiri ilaahay u laabo ninkaas waxaan leeyahay ilaahay u laabo oo sidaa uu yiri usluubka dacwada iyo dadka sida diinta loo gaarsiiyo ama qofka loo saxana ama dadka muslimiinta haddii khalad ka dhacana number 1 waxa uu ku waa in loo cudda daaro qofka oo hadalkiisa geesaha laga eego oo wixii laga sixi karo intii la qaadan karo la qaato oo loo cudda daaro oo la raadsho oo laga tashto oo leeyahay ninkani muxuu ahaa hadalkani muxuu yahay ninkani sidee uu hadalkan u yiri maxaa kalifi kara cudadaar iyo masalan sheekhu laba waxa ah qofka in laga saxo khaladka qofka in khaladka laga saxana waxaa kow ka ah in hadalka aad ku leedahay uu yahay hadal dabacsan oo aad ula jeedid inuu ku waansamo ma fahmaysaa ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku yidhi idhabaa ilaa fircawna innahu baqaa faquulaa lahu qawlan layina lacallahu yatadakkaru aw yaqshaa ninka ilaahay u dirayo oo nebiyada u dirayo nebi muuse iyo walaalkiisu u dirayo waa fircoon oo yidhi qaala ana rabbukum lacala ilaahay weynaa baan anugu ah rabbinimada ku haystay ilaahay fircoon inuusan soo noqonayn waa ogya laakiin waa tarbiyad iyo tacliim la siinayo dadka diinta dacwada wada asluubkii ku gaarsiin lahaayeen dadka marka haddii fircoon la yidhi faquulaa qawlan layina anigana sheekh maxamed umal uu macron i agdhigay oo muslim ah oo wicudo daari karo oo qof yaqaana heli karo oo taleefan ii soo diri karo oo isagoon jir jira idba qaban uu i odhan karo intaa arrintii aad khaladkii kaa dhacay sax uu i odhan karo uu yidhi ninkaas iyo macron waa isku mid uu yidhi oo nin gaal ah oo aan muslimka u nisba sheegan iyo anigii uu isku meelna dhigo runtii waxay ila noqotay wax la yaab ah sheekhu nin caalim ah waayo culimmada waaweyn oo soomaalida ah aqoon badan buu leeyahay nin fududna kuma aqoon nin aad u degan oo akhyaarnimo badan baan ku aqaan laakiin aniga waa igu taraarax runtii 26 daqiiqo uu hadlayay 26kaba wuxuu kor saaray wax aad u adag mar wuxuu igu tilmaamay inaan ahay nimaan diin shaqo ku lahayn oo isagu salaadba tukan ulajeedada masaajidda uu anagu hadlayana ay tahay inaan masaajidda iyo salaadooda midna aana danka lahayn oo eray anugu masaajidda kuma tukado buu wuxuu usoo qaatay inaan nimaan tukanba masaajidda anugu sababkaan ugu tukan waayo waa sababkaa cabsida ah oo masaajidkii oo gurigeyga derbigiisa ku yaala oo qolkan meeshaan deganahay booskayga booska ku xiga ah aan u gelan waa cabsi naybiga ma aha wuxuu igu tilmaamay sheekhu nin aan innaba maxaan ku idhaahdaa rajo diimeed iyo akhlaaqeed midna shaqo ku lahayn mana ahay anugu diin iyo akhlaaq iyo dhowrsanaan baan intaba dadka yaqaanaa igu yaqaanaan oo ii markhaati furaya kelimad waxaa jirtay sheekhu uu yidhi wariyaa naga kaafiyo oo yaqaan kelimadda ayaa naga kaafiyo oo yaqaana dadku fasir badan bay saareen markaan weydiiyey qof kastaaba yaa naga kaafiyo yaqaan wuxuu u fasirtay wariyaa soo dila waana dabcan isdhilaax la yaqaano oo mid dadkan maxaan ku idhaahdaa horey loo yaqaano kelimaad dad hore laga soo dheehday weeye laakiin kelimad sheekha duubis uu duubay kilib yaroo aan ka helay wuxuu leeyahay ulama jeedin yaa naga kaafiyada dil anugu yaa naga kaafiyo oo yaqaan oo hadal hortayo la hadla oo garanayo oo yidhaahdo war wacdiya ama wax u sheego oo maxaan ku idhaahdaa wax gaarsiiya baan ula jeeday baa kelimad sheekha iga soo gaartay ay tahay ma rabo sheekha inaan dulmo
oo wuxuu sanay oran aan kor saaro wuxuu yiriina wali wax badan aan ka taga jecla oo anigu nin hadda in culimada aad ugu dhirado gees ku noqdo raba ma ahay laakiin sheekh maxamed umar wuxuu iga hadlay 26 daqiiqo 59 sekin 26 daqiiqo maalinta anagu markaan hadlaynay waxaan noo taalay tacsi 10 qof baan wadar ugu tukanay 15 qof baan wadar ugu tukanay oo argagixisa dhishay oo muslimiin ah waxaa la rabay markuu aniga 26 iga hadlayo 20 markuu iga hadlay 6 iyaga inuu ka hadlo oo meesha aniga hadalkay uu ka dhacay dhacdadaasa ka dhacday xanuunka badan leh oo dad mas'uuliyiin iyo shacab ay ku dhinteen waxaa la rabay dhacdadaas sheekh inuu 6 daqiiqo kaliya siiyo oo inta aniga 20 iga hadlo uu yiraahdo dadka dadkii dilay inuu cambaareeyo oo uu wacdiyo oo khaladkooda sheego sheekh waa ilaa wataana waxyaalaha aan culimada anigu aan kaga hadlay iyo masaajidana bay ka mid ahayd xanuunka aniga haya waxa weeye in diintu hagaagto dalkuna nabad noqdo example haddaan kaaga soo qaado sheekh wuxuu yiri gudoomiyihii ka horreeyay uu bedelay sheekh maxamed gudoomiyaha iga horreeyay uu bedelay oo aan bedelay walaalkay axmed muuse nuur weeye hooyaday aabahay dhaleen saddex walaal ayaa la dhintay oo kale wiilan adeer u ahay in adeerkay ah iyo laba walaal oo kale la dhintay aabahayna saameyn ay ku yeelatay dilkii laba maalmood kadib u dhintay xanuunkaasa naga qaylisiinaya naga hadalsiinaya oo waxa weeye inaanu aan canaananayno dadka ahludiinka iyo dadka la rabo inay saxaan oo caafimaadka fikirka xun iyagu haya oo dhakhtarkii muslimiinta ah aan rabno inay nala gartaan xanuunka nahayo oo ay dadka ka daaweeyaan oo dhibka dadka soomaaliyeed wada gaaray oo anigu aan ka mid ahay ay nala arkaan nagalan shaqeeya sida lagu faydi lahaa baa keenay in eragu xataa naga qalocdo oo si aan maaragtay loo arko inaan eragayagu uusan toosnaan arrintaasaa sababtay waxa weeye marka waxaa la rabaa qofka muslimka ah hadduu khalad ka dhaco in khaladkiisa loo eego si positifa si caafimaad qabta laakiin haddee shir jaraa'in inta la qabto sidii maxaan ku iraahdaa laba kooxood iska soo horjeeda la isu ridiyo aniga ilama muuqato wax macquula waxaa soo haray eragan gaalaysiinta ah oo qofka diinta laga saarayo haddii haddaad sheekh annaga aadna gaalaysiiso adiguna dili maysi kuna dili lahaaba dhiigayaga u xalaalaynaysaa adigana ku dayn mayaan hadday ku helaan waxaan hubaa inayan ay ku dilayaan sababtu waxa weeye haddee dadka aragtida iyo aqoonta leh iyo fikirkaaba bayba wax ku dilaan qofka ay dilayaan waa qof aragti ka soo horjeeda leh waa qof ummadda aragti gaarsiin kara ayaganad ka mid ah adiga hadday ku helaan waa ku dilayaan laakiin adigii waxaad ugu shaqaysay si dadban oo markaad tiraahdo cabdiladiif muuse oo ah gudoomiyaha gobolka mudug waa gaal murtada markaad tiraahdo diintiibu ka baxay ayaguna baskoolad bay ula taagan yihiin oo waa dilayaan waxaad u shaqaysay marka si dadban baad iyagii ugu shaqaysay anigu sheekha waxba uma haysto cafi allaan waa cafiyaya wax alla wixii uu ii geystay waxaanan caddaynayaa isaga iyo ummadda kaleba oo caddaynaya inaan ahay nin muslima wixii laygu dhibsadan aan ka toobad keenay ilaahay uga noqday aad iyo aad baad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.